بيكم أصدقاء الأعزاء معنا مزجمين من نماذج تحدي العقل. صديقتنا الجميلة بسبب حادث تعرضت لي فقدت أحد سقايا، ورغم بتر أحد سقايا وكسر الجزء المتبقي تبدأ يوم صديقتها الجميلة بارتداء الطرف الصناعي. الساق الصناعية أو الساق التعويضية قدرت تعوضها كتير عن الطرف المبتور بثقة وبرادة وبعزيمة وشجاعة تتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة. استقانة من سوء الإرادة بسبب حوادث أدت إلى بطر أحد أطرافه كأنهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يرجعوا للحياة ويواجهوا الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وسرور على طول.